السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا. رجعنا لكم بالجزء الثاني عند أخونا أنس لافي. طبعا يا إخوان زي ما قلنا لكم هاي الحمام تحت، إحنا على سطح ثاني. خلينا نبلش أول شيء هون، من هون ما شاء الله شوفوا هاي غرفة. طبعا الشاب بيشتغل بيده، حبيب فيش مربي حمام ما بيشتغلش بيده، كذب. زي ما أنت شايفين عندنا هون هاي الحمام، في حمام هان جوا. في بس اجانا تليفون نرد عليه وارجع لكم. بي خلينا نكمل حلقتنا. رن علينا ابو مهدي عشان نروح نجيب الخروف زي ما انتم عارفين. ما شاء الله صلاة النبي، حمام جميله والله العظيم يا اخوان، والله العظيم اسبنكش. الله يعطيك العافيه. هاي مبركات يا اخوان، حمام مبركه ما شاء الله ما شاء الله. شوف هاليهودي شو كيف ما شاء الله، شرع اليهودي الاسود ما شاء الله عليه، او المقدسي الازرق الاسود سوري. وعندك شوفوا هالباكستاني هالجميل ما شاء الله عليه، لونه حلو مميز. طبعا الباكستانيات بيخدموا يا اخوان بالمطار دائما، باكستانيات بيخدموا. عندك هالمراسل الاحمر هذا، هذا يا اخوان قريب من الزومبيات، عينيه 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 ضاربه. ما شفت سبحان الله، عين وبؤبؤ العين وكشره الوجه والله حسيت فيها. وعندنا هالبربريسي الازرق ما شاء الله، اسطنبولي ولا بربريسي؟ بربريسي بقدونش. بقدونسي استنى خلينا نختلف. البقدونسي ما بيجي غير احلى. في عبود البلد والله حرام. قوم شوف واحدك ايش طلع مسلو، والله العظيم هسه حطني هذا. ايش بلدي بلدي طلع كيف حطني هذا. الزواج اليمين لك؟ زواج اللي بك ايش زواج فيه؟ عندك جواز زواج عندي تحت في طالعه، بعطيك بيض كمان. هسه بننزل بنشوف الوضع. شوف يا اخواني حرام، ما هو اصلا طلع نسله الطير اللي محطه في حرام. لما انا ولد صغير 55 مره روح لي ما شاء الله. زاجل 2000 وقديش؟ 2013. يعني انا يعني اسمع اخوان، زاجل هذا 100 الزاجل اربع مرات قبل هالمره. طلع تعال هيك، تعال في هيك عشان الشمس هان هيك. ايوه يا اخوان الزاجل بالله عليك كم مره عن جد؟ والله العظيم اكثر من 55 مره يا الله. اقول لك اسمع، سيد 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 اللي بدك تسمعه ما شاء الله. بقول لك اخي يعني مش مصدقني طلع. لا لا زاجل انا لو بدي اشتري واحد بقعد عمي زي هذا. لا ما بقعد ما بقعد يعني اسمع والله ما بقعد ما شاء الله. انا حاطه مروح لي وحاطه يا سيد الله يزيدك. هذا الباكستاني اصفر، هذا الباكستاني هذا ما شاء الله عليه جميل صراحه كويس حلو ما شاء الله ما شاء الله. شو فيها انا ايش بدك تشرح لنا؟ هات خلينا نشوف. والله انا حدا بقول لك اياها، والله باكستاني اصفر ما شاء الله صلاة النبي. هاي هذا طيرته عندك؟ لا والله والله ضربت. طب ايش هذا؟ ايش هذا؟ ليش هذا؟ ايش هديه مني لك هذا غير السكسفون؟ عشان نغلبكم يا جماعه. لا يا زلمه والله هديه غير السكسفون، واذا مشتر حمامي الله يسعدك. امسك يا محمود. طبعا يا اخوان هذا الطير ضرب اعطانا اياه هديه ونكشه مع الحمامات. شو من الراس الاول ما شاء الله العظيم غلبني ما ضرب. انا سحبت الحرات اللي تحت قاطع يعني هو ماسكه. اللي بقول لك منمر نوريات اصفر قول له كذاب هذا باكستاني. هسه انا مش راح اختلف معك عن نوعه، بعدين بس اروح الدار واشوفه صراحه ما شاء الله. شوف هالعكسي هذا عكسي بدنب. هذا هنغاري. هنغاري بدنب؟ لا هنغاري احمر. ايوه هنغاري هنغاري احمر ما شاء الله عليه جميل. شوفوا هالمراسل الابيض صلاة النبي يا اخوان، مراسل اسود جنبه، مراسل اسود قدامه، ومراسل ازرق اكلنا هوا، ومراسل ما شاء الله اللهم صل على النبي مراسل ابيض كمان. واذا ما هو في بعد المراسليات حتى شوف العمريات والبواز والبلنديات اشي جميل. شوفوا المصري صلاة النبي يا اخوان ما شاء الله اللهم صل على النبي اشي جميل. الاخ يا ابو يوسف بنعطيك اياه كمان يا زلمه. هذا بنعطيه لمحمود هذه نعطيه او لهاشم. اسمع بناخذ لهاشم ابو البلديات. بناخذ لهاشم ابو البلديات. الله يسعدك. شوف العب كان صورنا ضربه العب هاي يا اخوان، ضرب طير عليه هسه. طبعا هذا يا اخوان الطير نسل جاي من عشان بيتهم يا اخوان هيك يعتبر احنا على الخامس صح؟ على الخامس فعشان نحن على الخامس طير بدار مفسد. شوفوا الحمام ما شاء الله ان شاء الله بديها تصور حشيت ان شاء الله. شوفي عندنا هون كمان ما شاء الله نظام الابواب بفلق صلاة النبي ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كله ضرب صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله. شوف الضرب يا اخوان الله يزيدك الله يزيدك ان شاء الله الله يزيدك. احنا فضحنا مع عصام. إذا بيشاهدنا سلامتك. لا ما حدا يشاهدك ما شاء الله صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله صلاة النبي الله يزيدك يا رب.
شوفوا يا اخوان بقول لك كليتها ضرب، كليتها ضرب ما شاء الله. شوف ما شاء الله البوز الاحمر هذا، نور الاسرق هذا، الشفر هذا. بس طبعا يا اخوان هاي هاي لما انضربت ما كانتش، ما كانت هيك راميه عشان تكونوا عارفين. انت ضربتها، ضربتها راميه هيك؟ لا لا لا، رمت عندك. فيش بكش عندي وضرب. بس انا حاطم بكش مميز راس عندي. بحط مميز اطلعها الراس عندي الصبح. حلو. يعني هذا تعبي اقسم بالله العظيم هي القران طلب لي فيها 15 ما بقت معبي. والله سعد. حنامي كامل 15. والله سعد. هذا النوري هذا فحل هذا؟ انا واحد. ابوجي. انا واحد. هذا ضربته واحد. اثنين. مع السكسفون الازرق اللي تحت. ما شاء الله. ثلاثة. مع الله مصر القرقاط هاد شايفوه؟ ما شاء الله. مع دقيقة شوي، مع الحلب الأسود هاد. مع كمان حلب أسود. مع كمان حلب أسود. قول لي عب واحد. عب واحد. ما شاء الله ما شاء الله، أنا عجبني هاد الصراحة. اطلعوا الفراخ اللي بكش ها، نصها ضرب. شوفوا ما شاء الله يا إخوان. النوري. مقفل بس. مقفل هاد ريش. مقفل، شوفوا ما شاء الله عليه. طير حلو يعني، أنا عجبني حجمه. حجمه حلو الطير، قفل ما شاء الله زي ما انت شايفين. صلاة النبي اشي جميل، صلاة النبي. وانا مش عارف قديش صرت عاد دقيقة بالتصوير صراحة، انا وانا بعد 6 دقائق عدين لحد الان. تمام حبايبي، هسه بننزل بنشوف اذا في عنده في اشي تحت. في عندنا غرفة بس نكمل نكملها 10 دقائق كمان. تمام 10 دقائق عاد احسابك. بس والله اللي عجبك خذ حبيبي. والله والله ما قصرت. والله ما قصرت. واللي يخلي لك ولا اللي عجبك خذ. الله يسعدك والله ما قصرت ما شاء الله. شوف الزواجل يا اخوان، شوف هالفرخ الزاجل الاحلس. والله ضيعت اليوم زاجل. لا من اللي طلعت انا ذول. والله الله زعلان على الزاجل. انا بدي اعوضك بس بالزاجل اللي ضيعت، بعطيك زاجل قوي تاعك. شو فيه قوي تاعك؟ انا شو بدي اعمل فيه؟ برافو انا عارف. هسه بنشوف. يعطيني قوي تبعه زاجل. شوفوا يا اخوان ما شاء الله الحمام. شوف البرباريس يا رجل الاحمر. عندك هنا ما شاء الله، عندك اللهورات صلاة النبي، عندك المكاويات ما شاء الله صلاة النبي. شوف الزاجل هذا جميل جدا ما شاء الله. حط تحت فيه كمان فوز بس تحت ما شاء الله. طب خلينا ننزل نكمل تحت يا اخوان، نرجع لكم. بقول لك تشرب شيء. طبعا انا صايم، والله انا صايم اصلا يعني، حتى لو قلت لي تشرب شيء مش راح. طبعا يا اخوان اعطونا الزاجل بواقي الاربعة عندهم. بقول لك يعني مش عارف ليش سحبتوه، ليش بنزل تحت التنكات صار ينزل حمامات كل الورا. جنن جننهم يعني من موضوع التنكات يا اخوان. اخذناه هيو نسل، بدنا نجربوه. يا بقعد يا بروح، هي البيت قريبه، مجرد ما يجي وانه تارك الحمام وجاي يعني مروح له. هذا اول ما ينزل اي رقم عندك. هو اذا نزل عندك شو بدي فيه؟ لا بقول لك اياه خلص بتعود. غير عاد تمسك الطعميه كتلة عندك وتطيره. مين ها؟ او بدي اركب العب بس خليه. ركب ظبط عبك، بس بدك صحيح رفستك بدها ايش؟ تنعيم. بس انا ايش بقول لك يعني، للامان للامان او للجماليه بدها تنعيم. بدها تنعيم. بس ما شاء الله صراحة يعني نظام حلو جميل يا اخوان يعني ما شاء الله عليهم. حتى يعني اخوان متفقين، بس ايش كل واحد له حمامه، كل واحد له حمامه افضل. نعمل قوة الزمان يعني عادي عادي. انا واخوي انا ومالك كنا نتزاعل على الحمام. شوفك انت ومالك يعني عطيت تصير يعني اختلاف في اختلاف. اختلاف على الفيس على اليوتيوب. انت فاهم علي كيف؟ في اختلاف. احنا بقينا نختلف يا كستير ولسه كستير. ايوه صحتنا حالنا. انا طلعت فوق، انا بقيت اخش مصريه. شفت الابراج مصر وما مصر. اقسم بالله بقيت اخش فوق. يا سلام. بقيت انا تحت اقسم بالله ما بنزل عليك ابراج. والله سعدك والله سعدك. اقسم بالله وحق النعمه ما انزل كل يوم، انزل بطرين وثلاثه اللي شايفنا انا. اسمعوا زواجل وغير زواجل العالم اقسم بالله اقول لك ماتت منه. ما سبحان الله يعني ما اسمع. انا اختصر حاله بيوسف، انا كل الحاره صيد. اسمع ولا هون صيد مع الكل، كل الحارات الا اولاد عمي كلها صيد. انا ولا زعل هاد ولا زعل بالشارع اخوي وحبيبي. على السطح، على السطح خلص صيد. خلص حرب. يعني فهمت علي كيف؟ على السطح حرب. هسه عشان ما بالبلديات والله عنده كويسات يعني. عنده بس يعني هو احنا يعني الشباب جابوها بمزحه عليه. الزلمة ما شاء الله عليه يعني على السلامة. الزلمة بتاع اللي تنزل عليه سوق الجمعة مش طبيعي على الكامل. ليه؟
اقسم بالله الجلوف لو اجني حرق سعره. اقسم بالله الجلوف يا اخوان لو بجني لبيع لك الواحد ب50 سادي، بس لابسه قردان وشوية خلخل وخليه يعبي. صحيح، اقسم بالله ب50 لبيع. ما شاء الله، هو العزايده يعني بحرق ما شاء الله عليه. الزلمه ما شاء الله عليه دبيع. بحرق. زي اللي يقول لك هذا حقه 50. صح. خليكش تفكر تمسكه. بخليكش تفكر تشتري غيره. صح صح، ما بخليك تفكر انك تمسكه، والله انك صادق يا عمي. ان شاء الله بيوسف على الشدة خليك تيجي تاخذ من عند حلقه وندان وجيب سمبورده يجيب تغلط. ان شاء الله. شفت جيب سمبورده اللي تحت؟ شفت. انا جبت انت ما تخش تجيب سمبورده. جيبها فوق انت تجيب سمبورده. صبرك يا اخوان، انا وانا طالع شفت جيب سمبورد فعليا بجوز 5 الواح هو ال 10 الواح. بفكر انهم بيعملوا بالدار بدهن وشي، طلع جايبوا للخشش يا حبيبي. وضعك كله حمام وبليين خشش ما شاء الله. والله يا اخوان الله يزيدكم يعني. يعني انت لو تيجي الشهر الجاي ان شاء الله نيجي بنعمل لكم زياره عادي، نيجي بنعمل لكم زياره يعني. ما شاء الله. الباب قديش كلفك تفصيل؟ تعال بعد الزياره، تعال يعني بعد البروك تورجيك الحمام ما تعبي كيف. هسه اشي طبيعي، اشي طبيعي تطير. هسه ابو يوسف الحمام هذا بتبركش، ها بضله برمي لحاله، هذا خشن، هذا خشن، هذا ما يتبرك، فهمت علي كيف؟ ببطل يعرف يطير زي العالم، هسه ما تفلته بدك تخليه يضل فيه لياقه يعني. أيوة بس ما يطيرش، ما يطيرش مع الحمام. هسه ما فلته، هسه هو اول العنب الاحمر بنطنطش، هسه بتعمل فيه زيك بطلع امرات على الرفصه، انت فاهم علي؟ اسكت بابا طلع لحاله بفيس باخذ لي اللفتين، طب هذا ليش اضركه؟ العالم عندك تيجي تخرطه. طب هذا انا ما خرطته السنه الجاي، اسمع يعني بغلبك لا ينكرش، بصعوبه ما تكرشه بغلب. صح ومراته مش راح ينكرش، بخذ له مفسد وبضله على المفسد. صحيح صحيح. هو هو كلامك منطقي. هسه هسه كل واحد له راي، في ناس ما ببركش نهائي، في ناس ببرك، عرفت كيف؟ انا واحد من الناس اول سنه ببرك فيها هاي السنه وندمت اني ببرك. ما شاء الله عندك انت بتكش حمام. انا مره انت حطيت 4 حمامات ولا 5 في انت ضربت فين انت عم اظن نور اسمه طبشير زرزور. اسمع انا بتابعك اول باول، اسمع كل يوم بتابع متابع على الاخر يا اخو. انا كل يوم بتابعك وبشوف مين بيجي عندك صحن الكنافه ولا سدر. ايوه عن غيب. ايوه الله يسعد قلبك. الله يسعد قلبك. شفتك وانت بتروح عند على السسمه على السوق على لا بشوفك على السوق بتروح في السياره انت وش اسمه ابو مهدي. لا اخوك مالك لا ابو الشعرات نور اللي نور. ايوه نور والكلب. ايوه قلت له انت خزكت التنكات. ايوه ملحق هذا من زمان. بعرفك من زمان. طب هسه بالمناسبه يوم ما ضربت البوز جنب اول يوم اول حلقات هاي اللي صير ضربت البوز حاط المقلب بين الشمعة. ايوه بعرفك من زمان يا اخوان. انا اجيت عند متابع قديم عليه طاب يا اخوان. طب بعلق تعليق بحكي يا ابو يوسف انا جارك تعال صور مكسر. انا ما اخذ معيش خط، انا ما اخذ اتسلى فيه على اليوتيوب بس فهمت العب فيه اللعبه فهمت علي. ايوه اسمع فيه اغاني حلو سابك نت من الدار. بس علي فيش فيه تسجيل دخول ما تعمل لايك حاجه. بس بحضر. طب هسه معناته هسه بدك والله بتشوف بشوفك بتقول لهم اليوم بقيت عامل بث مباشر. انت واخوك مثل ما قلت لهم وصلوا العصر مثل ما قلت ما ال 55 لو جاب كمان كان يرن علي. ايوه كان اليوم الصبح قبل شوي كان يرن علي اسامه يا اخوان. 55 لو جابوا واحد كان عملوا اشتراك. قلت اقسم بالله لو انه عندي تليفون اعمل اشتراك. والله انك صادق والله يا اخوان. والله المحبه باينه اقسم بالله، المحبه والمعزه باينه. واسمع انا بعزك على فكره انا عارف والله سمعت فكرش يعني انك قدامي. لا مبين اسمع تعرف لو تكرهني كما قلت ليش حلقات قديمه وحلقات جديده وعارف بالتفصيل كل شيء. مره ضربت سفر ومراسلي ومره ضربت أيوة. سود احمر. ايوه يا عين عليك يا اخوان يعني حافظ. طب خلينا نشوف المقاصيص ديك المحاشم هذول حطيت لهم حدايق. ايوه امبارح. طب يلا خلينا ننزل نشوف المقاصيص الضايلات اخر شيء ونضل نازلين مروحين عشان ننزل الحلقه هاي اليوم تبعت اول شيء اسامه وتبعتك بعديها ان شاء الله. خليكم معنا. طبعا يا اخوان هدول الحبات حاطين انهان هدول القوايا بس ايش هدول عشان راميات كثير يعتبر حاطينهم هنا مريحين هم بالبراد ومريحينها زي ما بيحكوها. طبعا شوفوا ما شاء الله عندنا هنا تكلجي. تكلجي احمر تكلجي. وهذا مراسلي ولا جلف جلف ولا ايش هذا؟ بندوق. لا مش بندوق. بندوق ايش؟ بندوق اسود. لا 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 بزعل منك. هذا هومر. هومر جلف يا هومر يا جلف. انا لونه مش مبين معي لسه. هاد جلف.
يا هومر يا جلف، انا قاعد بحكي. وعندك هاي التكلجي وراه، وعندنا هذا النوري، وهذا الدبان يا اخوان راح يطلع بجنن، بس يخلص غيار ريش غير يطلع بشلوك ما شاء الله. تمام، شوفوا البواز ما شاء الله صلاة النبي عليهم. طبعا هذا يا اخوان الطير يلي بيكون رامي ريش لا تحكي عليه هسه، لا تجيب سيرته هسه، تحكي عليه بس يخلص غيار ريش. شوف المصري هذا صلاة النبي معواله كيف، مش معوال صلاة النبي، اشي جميل ما شاء الله. على العموم حبايبي هي خلصنا حلقتنا، نشوفكم مع خير ان شاء الله. بتمنى كل واحد بيشاهدنا يعمل اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.